يبان فيها عند الجد اللي حط كوار دكاديات كرعة دكاديات هو مسكين ما عندوش الأرداش تقولوا نعم أرداب اللغة لا لا الأرداب يجال مغربية بتاعتك اللغة ديال الناس المتمكنين المسؤولين الكبار اللي كيعرفوا يتوجهون لرأي العام الوطني يقولوا الأرداف الأرداف نعم شنو معنى من هذا الكلام هذا يعني الفيديوهات مفبركة شنو تقصد المسألة على كل حال كنشكوا في صحتها ومني كنتشكوا في صحتها علاش ما طلبوش إجراء خبرة تقنية لا أنا ما كنطلبوش بإجراء خبرة تقنية دولية يعني خبراء دوليين يقولوا واحد شو ما نجيب حتى النصارى باش يقولوا شنو كاين هذا التشكك في المؤسسات ديال المغرب